أهلاً بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. وتستمر سلسلة حصاد عام 2023 وفيديو اليوم عن أفضل الرجال والنساء في العالم باختيار أكبر المواقع العالمية، حيث كان الفنان كارن بورسن التركي الوحيد الذي دخل قائمة أفضل الرجال في السنة في اختيارات موقع سيريز برازيل الذي يعد أحد أكبر المواقع المختصة بالسينما والمسلسلات في البرازيل، واحتل كرم المرتبة 51 على العالم. أما من الممثلات التركيات فكانت هاندا أرتشل التركية الوحيدة التي دخلت قائمة أفضل النساء في السنة في اختيارات موقع سيريز برازيل الذي يعد أحد أكبر المواقع المختصة بالسينما والمسلسلات في البرازيل، واحتلت هاندا المرتبة 40 على العالم. برأيكم هل هاندا وكرم يستحقان هذا اللقب؟ وإذا لا يستحقوا فمن هو الأجدر برأيكم؟ اكتبوا اسمه أو اسمها في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.